طيب استاذ علي، الحقيقه خليني اخد حضرتك الملف اللي انا كنت بتكلم عنه. خلاص بنسبه كبيره جدا اليابان سوف تعتذر عن ده اللي قريناه النهارده في كل وكالات الانباء او معظم وكالات الانباء العالميه المختصه بالرياضه، ان اليابان قد تعتذر او هتعتذر بشكل كبير عن تنظيم كاس العالم للانديه. هل من الممكن ان نرى كاس العالم للانديه في شهر مارس القادم، او في انا اسف في شهر فبراير القادم في الدوحه او في ابو ظبي؟ شوف كابتن اسلام، بالنسبه لبطوله العالم للانديه على الاغلب وبنسبه كبيره طالعه من اليابان، لكن الى اين ستذهب الى حد الان غير معروف، لكن خلينا نقول انه قطر والامارات دولتين جاهزتين لاستضافه البطوله. وما ننسى اذا يعني طرح اسم قطر، اعتقد انه قطر قادر على الاستضافه نظرا للامكانيات البنيه التحتيه الموجوده. وما تنسى انه هيدي 2022 هي سنة كأس العالم بالضبط، وتقريبا 90% من الملاعب صارت جاهزة، يعني وكما أنت عارف إنه في استاد السمامة راح يتم افتتاحه، هو سادس ملاعب المونديال الشهر القادم في المباراة نهائي كأس الأمير، يعني هي. قطر جاهزة بنسبة كبيرة، وهي سبق ونظمت بطولات ونظمت بطولة عالم للأندية بالنسبتين الاخيرتين، لذلك في حال طرح الموضوع وكان في امكانيه للاستضافه قطر جاهزه، وايضا الامارات لديها بنيه تحتيه، لكن حتى الان لم يتم اختيار اي دوله، وهو يعني القرار طلع اليوم من اليابان، واكيد ستتم الدراسه بعنايه من الفيفا قبل اتخاذ القرار الاخير، لكن اعتقد انه الدولتين جاهزتين للاستضافه، وفي حال منحت لاي منهم بتكون الامور يعني تنظم باعلى مستوى على اعلى مستوى، وتحديدا قطر، يعني وقطر تريد تنظيم اكبر عدد من البطولات قبل كاس العالم من شان اختبار الجهوزيه واختبار الملاعب واختبار اذا كان في امكانيه حضور جمهور ولا بدون جمهور، فهذه كلها ضمن الاختبارات قبل الوصول الى نهائيات كاس العالم 2022. اعتقد قطر او الامارات اعتقد الاثنين هيبقوا اهلاويه اكتر من اي حد تاني، يعني احسن ما نلعب في اليابان بيني وبينك، يعني لو حصلت يعني ما هي حصلت بالامارات الاهلي لعب اكتر من مباراه، وفي قطر لعب اكتر من مباراه، واخيرها واخرتها كبطوله العالم الاخيره اللي كنا موجودين على الارض فيها الى جانب النادي الاهلي، وكانت جماهيره رغم جائحة كورونا موجوده بالعدد اللي كان مسموح فيه، وكان صراحه اعراس اهلاويه استمتعنا فيها كلها، وكللها الاهلي باحتلاله المركز الثالث وقتها بفوزه على بالميراس البرازيلي. نعم. وهالمره نتمنى خطوه اضافيه بالوصول الى المباراه النهائيه، وما تنسى في تلتين بدنا نضغط الفريق اكثر فيه، لكن الاستعدادات اللي عم نقوم فيها النادي الاهلي بتخلينا يعني نتوسم خيرا انه يقدم عروض وعلى الاقل يصل الى دور النصف النهائي، او ايضا يلعب المباراه النهائيه، ليش لا؟